أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله أحبابي في الله، ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى ما حد يأمان إلهي بأسقناتي إن شاء الله تعالى وحنج على استي إن أنت المامو كلمتين قصة أبسن صبرك صبرك وشيء آدي آد أبوين إلهي سبحانه وتعالى أبحيه ولا للإله سبحانه وتعالى قف مسيه وحكوين صبرا مكوحا لوبا هاني هاي بني آدم كون إنو لهذا الصبر وحالغ الصبر وحيالا فربدا مع سيدو إله سبحانه وتعالى لغ الصبر عباداتك إله سبحانه وتعالى وليه لو صبره سيدة الصلاة لو صبره صلاة وحي إيماني سحل نفك بني آدم وسنجعلين وتكوده حلقة قبوب أما حلقة كلل وحلوبة هني نفتا إنا صبرته سيدة وكالي عبادات وحي كاميدا زكاتك إلهي سبحانه وتعالى وطل ماما إنا أيتهاي واجبة زكاة وحي تمادا حلقة نفتا أي سنجعلين وإن الله صبر زكاة مالك لبحيو سيدة إلهي سبحانه وتعالى إيو نبينا عليه الصلاة والسلام ترتيبين أدون كان أكون الله وحيالها فربضاً أدون كان يقول عكرة وحال غارة وإن صبرتي إن الله هذا تخفك أتكيس بضاً له سيدة وكوالا ليا القرآن كإن بضاً بوكت المامي سنة رسول كينا عليه الصلاة والسلام إن بضاً بوت المامي مركز صبر كما يرى بل أنبياش والصبر جرين وحماتا لغوصة مين جري لدل جري لداوع جري وحل غشيك جري والصبر جرين مركز وحا لو باهن هاي زمن كما أنت أنقلنا الله هاي والزمن آدي آد أوباحن الصبر كلا موجيه وحكستك ودعه وحكست مسيبك وكوسو أسيبت وحال غاروة إن الصبرتيد مركز الله إن شاء الله تعالى كلمة سيان تلمام الدونة هدي إلهي ذمه سبحانه وتعالى ولا ليا القرآن كوحروت الماما يا صبر كنو يا شيء آدي آد أول إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحروت المامي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إلهي سبحانه وتعالى حن لي هاي يا أيها الذين آمنوا إلهي حنغت المامي وحنغ مغعابي اسم الإيمان كوى الرميي نبي غنى الرميي نبهان قيامين رمي سنا اسبروا بالير والس أمر إن لس إمتقان لصبره أتكيس لليماده إلهي حلي اسبروا وصابروا وارنقض قوى الصبر وارنقض قوى الصبر ومحي إلى إلهي سبحانه وتعالى صبرك وشيء آدي آد بوينتهاي الله بهني مسلمين تإن السمران الله بهني مسلمين تإن لا إمادا أتكيسي إلهي قرآنك حكوت المامي آيادك لو كل يسوة البقرة ولنبلونكم بشيء وحنلو انتحام دونا ولنبلونكم بشيء وحنلو انتحام دونا بشيء شيء شيء غاسو حنقون دونا شيء وين أمو حنقون دونا شيء ير شيء غاسو حكا هذا من الخوف عبسي
عشيدة وحا كمي ده أما اندرو إنما تقال إلهي سبحانه وتعالى نقو انتحامه أما اندرو مركي اتمادو حلو بهان إلهي سبحانه وتعالى لغا عبصده إلهي سبحانه وتعالى خوف بوكيني خوف كاسيت أو متقانا إنو بن آدم كل الله هذا الصبر والجوع إلى حلية وحن نقو انتحام دونا قاجو قاجو داس متقر مركي دعاد وحلو بهان بني آدم إنو صبره إنه الله هذا الصبر أتكيسي باهدا إلهي سبحانه وتعالى كان إنه صبر ونقص من الأموال الله حولي حوله من نسقى من دونه حوله من دمي دونه بين يرين دونه وحلو بهن يحلق حوله لا يرين أيو بني آدم إنه صبره إنه الله هذا الصمر وكصبره لأن إلهي سبحانه وتعالى كان مسيب حوله وقدمه مركو حال غربان آدم كو حوله إيسا هدي نغطو بيرتا أيدو كعصان أيدو عميران أيدو سفيع القرد شي بيرتا لو كانو مسيبو أما دب إلا كعضو أما بيرتا منتقانا الروب لآن كو دعضو أي نالي ويسو طيب أما حوله آدلها آلها تتوق إلهي إنو صدرو أما إن الله صدرو قف برعلا أما الله صدرو دب إن حوله دم بأي قبان مركا وحا لغا يا بابان وحا لغا ربكا سحي لغا مركا لجوغو بني آدم كو إنو صمرو أون يوسن أرنين هبلايبا إيه شيء سامبا لإيه لي سامبا لإي سمي إنو كل أطو الله سبحانه وتعالى مسيبا إلهي أوكينا إنو صمرو طيب إلهي حولي ونقص من الأموال وحا نسخة من دونا مسيبات كو سابسا حوله من نمي دونا وحاكم إلهي أطل مامو شيغي والأنفس نففكن من نمي دونا قفكا جعشاي إلهي حولي واندلي دونا مرك نفتان كقاضو إلى نفكي بان دمي مركز وحا الغر وبني آدم كإنو الصبر هذا ما تقانا قبل دي أجعشا أما علمه أجعشا أما والدك أما أصحاب هذا أما ما تقانا وحا النفت أدون كتكد عشب بني آدم قمدة هذا إلهي سبحانه ونفت وقاضو وحا الغر وبني آدم كإنو الصبر يوسن أرن إنه بلاي با دلي بلاي با يالي سان ويوسن أرن دلك بني آدم كاسو كسب ما تقانا وكسمي ولالكي مسلم كا وحال لغار ما قفك سيطن إنه قاضو دلكاس إلهي سبحانه وتعالى سقب قدري كان سبب اللغة لغماني لكي إلهي سبحانه وتعالى باقوري حدا هو ربو قرنا مركو حال لغار بني آدم كالصبر كاسمو يشتو إنه الصمر بالغرى إلهي وحو نغط المامو ليه والثمرات مروين كالليه ديه إن مصيبه اللو كني دونا حدو مركستو أهادو حوليه أما دو دونها أهادو وحال لغو كالغو بيرو أما وحا أهادو مركالبها أهادو وحلو بهن يا بني آدم كنو صبره إلهي حولي إنت قفك لغحله وبشر الصابرين نبي محمد عليه الصلاة والسلام حقوق بشار إيسا وحاتر هذا وحاتر قوة صابرين تدبته مركا إنت سيت وحلق رب بني آدم إلهي قلت لبامي ولن نبلونكم أم إلهي حولي وحن يقلت حامل دون بشيء شيء شيء إلهي حقوق من القرآن أريمو فربضا من الخوف عبسيدي كمتاي والجوع قاجدة ونقص من الأموال حوله لنسقاميه والأنفس نففكنا للمنطقة لليريه وانتحام كمته يقفك جعشاي أما عيالك جعشاي أما تقن حاسك أما ننك واحد جعشاي إلهي إنه كادم نفتك وكقاض والثمرات إلهي حقود من رها إن الله من انتحام وكيون دونه إلهي كدام انت نبوح نغسو أروري إلهي نليه وبشر الصابرين قفك انت نقود عقود صبره وحا الله بشارين يقفك إنه يا يقفك سابرين إلهي حولي سبحانه وتعالى جل جلاله الذين إذا أصابهم مصيبة قوة مركي قد عن مصيبة قالوا أي رهدان إنا لله وإنا إليه راجعون أنا أقول إلهي بأن أبورتي إلهي نمات قيامة حق اسم الله من دونا حق اسم الله من دونا إنما تقانا إنو يرادو إنا لله أنا أقول إلهي بأن له أستقب أن أبورتي مسقط نو اورتي خليغا ان ديمان دونو غيري نو ايمان دونتنا الهي اسغبا اوك قالوا انا لله وانا اليه راجعون قواس ايا دب اهانا صابرينتا هدي قف كات جعشا ودنتو اما ويل كات انت اما غبر كات انت اما حاس كا اما نكا غودنتو انا مرا اتشاتشي خدو اما انا دلغس كو تورتو ما ان الصبر تبع الغروه بني ادم كنو صبره بل روا الهي قران كو خلو تلمامي ونبينا عليه الصلاه والسلام ان بدلنا كو تلمامي صبر كو شيء ادي ادوين حديث وصو صاري صحيحه او حديث صحيح مسلم كو يالو حديث معروف لا قرنايو
نبينا عليه الصلاة والسلام حليا الطهور شطر الإيمان ظاهر لماذا قف كنا ظاهر النقطة أسوي سقب دركي سظاهر النقطة جركي سظاهر أهاته وحي كم ده خيب كم ده إيمانك قف كاس أستان تلوجرنا يو أستان إيمان على ما قف لوجرته والحمد لله تملأ الميزان كلمة لو يقال الحمد لله ما حد نق إله سبحانه وتعالى لنا ما حد نقايو وحي بوحيسا ميزانك حسناتك وسبحان الله والحمد لله سقدر لابد كلمة لنا تملأان أو تملأ راب شكر راب لو يقانا متقانا وحي بوحيان أما وحو بوحيابا انت ودا عيسو ما بين السماوات والأرض دولكا إيو 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 متقانا دولكا إيو متقانا أن عرضي غنا عم أكو فريسونو انت ودا عيسو أي بوحيسا وصلاة النور بقوتنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلاة وحير والنور قفق صلاة تكودا أما تقانا صلاة نفتك وحلقوما إنا تاي النور أستانت إلا إذا وحا ويقفك تكودا صلاة قفك الدائمة افتين بولية وصلاة هي كم وقته سيدو تلو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدقة برهان النبي محمد عليه الصلاة والسلام صدقة وحج والصبر ضياء والصبر كان وافتين ما شاء الله والقرآن حجة لك أو عليك قرآن حكون قندو نمدك الدعوية أما مدنكو هيلية كل ناس يغدو فبايع نفسه نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوت المامي بني آدم كستورقي دمر بها هذا واجي مركو بريون وكلها نفتي سبوز وقطع مركا سيتها معتقها أو معبقها قلبتي مركي اللي قالو أما مد نفتي سو عشته أما مد نفتي سحلاقة بكمتها مركا مقصد كمالو شاهد كحديث كان كروح معي والصبر ضياء صبر كما تقن وافتين ادي اد لو بهن يقفك لغا هلو قران كو حقوق المام الله سبحانه وتعالى يهي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الى يحلي سبحانه وتعالى انما وحك لما يوفى الصابرون الله اوفين دونا اوسين دونا اجرهم حق اجر اهان يحق متقان لسين دونا ما قيامها بغير حساب كو صابرين إنما يوفى الصابرون إلى وحول يحوفين دون قوى الصابرين أجرهم حق أجر كلاسين دون بغير حساب بلا حساب لعن قوى الصابرين نسيب وين بلي ما تقيام إلى وحول سبحانه وتعالى وحالسين دون قوى متقان الصابرين أجر أهان أي الله حساب مد مد لسين أدب الله سين دون وحدهم على الصبر كنوا يا شيء آدي آدو ومهم سن شيء آدي آدو وين لو بهن المسلمين تأني أجدان إلى القرآن كحكوت المامي وقرآن ككمدة صبر ك مل بنبر وات كي إلى وحولي ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إلى وحولي سبحانه وتعالى ولا من صبر قفك صبر وغفر وحلو جسور دب أنا إسكعفية إن ذلك لمن عزم الأمور قال أنت لو باهن يا مقصدك لو باهن أمور توقفي عن قوان كاسبا وفي عن قفك وحلوك إن قفك الصبرة وغفر إيو وحي لبكي لو جيستنا أما لو بلغة إستاقي أما ما توحبان لغة والحوال الله سمعي أما وحو جعلاب الله لي قفك إنو الصبرو هدنا ما تقانو إسكاق عفية قفك وحكها لي إن ذلك لمن عزم الأمور أرنت لو باهاني هقوان كلاقاته وارنكاس طيب إلهي قرآن كحونا قلت الماما يدلون ليه استعينوا بالصبر والصلاة وركالمستا وما حي كالمستا إلي كالمضو لسكو كالمستا الصبر والشيء آدي ومهم باللوضي دسكو درنا الصلاة النور وصدقة والصبر الضياء الصلاة النور صلاة والنور والصبر الضياء صبر كن وافتين مرك الله وذا الشيء اللي سكوت درنا وشيء أدوين قرآن كله حكوت لهم الله يهي استعينوا بالصبر والصلاة وركال ماستا والصبر كسوك الماست والصلاة صلاة دنا متقان سوك الماست إن الله مع الصابرين بر إله سبحانه وتوحو لتشيرا مروا البابا قوى الصابرين تإله لتشيرا سبحانه وتعالى بل إله هدو لتشيرا قوى الصابرين تا كو دبكم ان بدل لو جيسنا الهي بولا جرا كو دبكم لو جيسنا صبرايو
مر على عليه مركي وحلوق يسوى إسك الصبر إلهي سبحانه وتعالى كواسب ولا كذا جل جلاله إلهي وحلوقت المامي النبي جينا عليه الصلاة والسلام لقت المامي حديث صحيح يحيى ابن الصحيب حديث كصحابي قالوا يقال ابن السنانة رضي الله عنه ورضاه قال لها شاء لكرك ساعة قال وحجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحجر عجبنا لأمر المؤمن وحلا يابي وحلا عجيبي قف مؤمن أمر كيسة نبلا عجيبي إن أمره كله له خير أمر كيسة نمانبا أسيقوح أتاي خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن أرنت أسوء مسقناني قف أن مؤمنا أهين إلا قف مؤمن مويه بجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له هذا أسيبته وخيره أي أسيبته إلهي سبحانه وتعالى بكم حدنقه وكشكريه فكان خير له خير بأطح وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هذا أسيبته نب كاسمرك أسيبتنا وصبره وأنت أسنوح أتحي خير بل نبي محمد عليه الصلاة والسلام الله يا أبي قفك كل دعي لابو أريموت مدنا خير مدنا شرع خير هدي كل دعنا وش إلهي سبحانه وتعالى خير ككوري دنا ومهد نقا وشكريا هدي أي كل دعنا نبنا إلهي نبك كوري دنا وصبرا كدنا وشكريا لابو ذا أريموت بخير بأوته حدو ما ليس ما تقفك مسلم قد لابو ذا الشيء اللي غيري لها بن آدم كمان تجوغا هذه مصيبة أي كود عضو مصيبة كي كريدة إلهي غاز كريدين إنه وصمره حدنا ما تقلو كشكري لي الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى واحد إسي سيب هذا إذا قاضتي إلهي سبحانه وتعالى ونكو صمري حدنا ونكو ما حد نقايا إلهي سبحانه وتعالى إنت هذا بني آدم لغهله وحو كشرا ليوانك أدوين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إله وفين دونا وسين دونا قوة الصابرين تأجر بلا حساب جل جلاله بل إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المام القرآن كوليها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين إلهي سبحانه وتعالى ولنبلونكم وان انتحام دونا انتحام بانكوري دونا بني آدم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين إلا أن كأغاده من هو المجاهد منكم بني آدم يا وايقفك جهاد نبقى كجره وجهاد سياسي أصلا إهين جهادك نبقى كجره إنه أدغى علامه كلمة إلهي سبحانه وتعالى كور إنه نقطه كلمة الشيدان كأيو بادل كان إنه خاصيصه من هو يا نقندون إلهي وحليه ولنبلونكم وانتحام دونا حتى قرتي نعلم أن كأغاده المجاهدين وجهادك نبقى أدغى علامه منكم إذن كان نقامي ذا ويو الصابرين مركي جهادكو قدعه جهادك ما لغا سنان أغناه وفرق ونبكي سؤاد بوفرق بدنيا متكو كواد نبكو حكمي ذيا إنا نفق بني آدم كلا قويو من لباد نفق بني آدم كلا داوعه شركة بني آدم كلا داوع لو قيستو يو اون دارو متقانا حراستي قفقينو قدعه يو نبفرق بدن حاسكي ولا سيحان الله وكما قاني هاي مقالة ذي وحا كدعي مدخل أكل عربة كدعي أمني درو جهاد كدب كيسو فربدني لكن خوفك الصبرة إيه جهاد كنا نبهان أقلا ودقا لما إلهي حقرنا يا خوفك مجاهد كنبتا ودقا لما إيه كن خائن كبرعة كن ودقا لما يو سياسي كرسي أما ودقا لما يو هنغوري أما ودقا لما يو مقع شجاع قيسي نمو إلهي حقرنا يا سبحانه وتعالى مربى إلهي وحنضع الصلاة إنا نقول قوة صابرين تدبع أنا قلبي ونظيف كوها إن إلهي سبحانه وتعالى الصبر ولا ليال الله سبحانه وتعالى هذه إلهي إن شاء الله تعالى كل مدى وحنت المام دونا صبر كإنه يهيقف الشيء آدي آدي وهم يمسن إلهي سبحانه وتعالى إن الله صبر مع سيد إلهي سبحانه وتعالى منكراتك سيدة أوكال وحيالها فربضا عباداتك إلهي سبحانه وتعالى إن الله صبر نبي غينا عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن مالك صوت بن أوحو كلية حديث في صحيحين بكجرة رواه الشيخان البخاري ومسلم وحديث معروف لقرنائي أنس بن مالك وحليه هاي
قال وحير مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند القبر. نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحصامر هبيني أيدو أينيس قبري أكتب كو أينيسا دبعا وحبا وحبا كننتي أما ويل أيضا قشها هذا أما زوج كده هذا أما أصحاب تدي يوم فامي لقدها أهضبا قبري أكتب كو أينيسا. نبي محمد عليه الصلاة والسلام بصامري فقال نبي وحكير اتق الله واسبري إلهي كعبصو صبر بالغير شيء وصو هريو. نبي محمد عليه الصلاة والسلام حكم إذا قفك ووعي اتق الله إلهي كبخ بكو. نبي محمد عليه الصلاة والسلام كدما نبي وحكو الرعسية واسبري صبر بكوير إلا صبر هو شيء ومي أوين أو أنت المعامل دونا كلمة دان أن أفرنه. نبي محمد عليه الصلاة والسلام حكم إلهي نو كعبصده واسبري إنه الصبر. فقالت وحيت رهبيني الماشي كوينس إليك عني إليك عني معناها إضاف متقانا إموكت فإنك لم تصب بمصيبتي أريد ما ها خفك مصيبة خود عاد خفك مصيبة خود عاد وأنيقة وحا متقى وحي كما غني وأنيقة إداء ولم تعرفه مركزاس إلا إذا هينا بيسان قرنين إنه يخوف كاساس كلية واتق الله واسبير إنه جاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيسان قرنين. فقيل لها وقدم وحى اللويري الله الشيغي إنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن كانت كل إذا إغتك هاي لها اللين مسيبا ذيك كوكو مدعين عنيك ما يقول نعلي خوف كاساس كل إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه جاي. فآتت وحي تكتي أرادي فباب النبي صلى الله عليه وسلم وي أرادي كدم وحي كدم وتكتي وحي تكتي الباب كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أقل كي سبت تكتي فلم تجد عنده البوابين ميسا هلين ميسا أسيب الوارديها الباب كفرة أما حرة حلقة بنانك كان شوقي وارديا مسكورة بنانك شوقي ميسا هلين أسوق مغنبا متقانا بيتمين كدم ويقش. فقالت وحي تري لم أعرفك نبي محمد مصنكو قرنين إن أتاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إعافي إسامح حد بان قاقاتي حد با إله إن كعب صدي حد رتان با إله بان صبري ما قرنين إن أتاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أقول درب إيجيسي إليك عني فإنك لم تصيب مصيبتي ورقتك إداء أذيك مصيبتك ومدعنة قفك مصيبتك كدع دوانيه مركا أريغاس أن لها أخوانك ومالهن رنتي دبحان هبيني دي مركي تكتن نبي محمد عليه الصلاة والسلام قريقات أيد نايتري أي سوق قرتنا إنا الضربة يسميسي كما قراني النبي محمد عليه السلام إنا تحي كدما نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكيري إنما الصبر عند المصيبة الأولى صبر كدما قليس ومركي جغتك قدع markii ba lagu soo sheego dib markii dibku ku dhaco ama markii ba khabar aad hesho in meel heblay heblay ama heblay heblay ama waxba ku dhacay markii lagu sheego inaa sabarta laga rabo markii ba lagu masiibada ugu horeeyso ma aha markii aad ooyso ilintaas ka daadisay marada aad jaajaxday waxba laaysay koobii aad jabisay tarmuushiyaash aad jabisay ومدى عايسي ومدى أفلقا ديسي ومدى أدبتي درسكي الله يسي ماها مركي مصيبك وقود عضي المصيبة إنما الصبر عند الصدقة عند صدمة الأولى نبكي هوري مركي وقود عضي جغت هوري مركي وقود عضي وحالغا ناس تبرتين خوفك جعشي مركي لغا قاضو نفط لغا قاضو أما ساحبك ها هادو أما حاسك ها هادو أما عيالك ها هادان مركي وح مصيبك وقود عضي إسلام مركي بلغا دوني ناس تبرتين ما همركي أو مدة إسوا مرتا ما ساعة إسوا مرتا إن أتردوان الصبر حين لقى ما نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحولي هاي قلت المامي الصبر كوا شيء أدوه مهم سن حديث كالوصا صار أنس بن مالك في صحيح البخاري وحديث معروف لقرنايو أنس وحولي هاي رضي الله عنه ورضى الله قال وحول سمعت حمغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام بمغري يقول صغره إن الله عز وجل إلهي صريه وغالب كأها قال وحجر إلهي سبحانه وتعالى قدم وحجر إذا ابتليت عبدي مركي إلهي سبحانه وتعالى وامتحامه وامتحامه كل دعدونكيس بحبيبتيه لابد وشعلا ومحاي فبصره وحويه
ولبدي وجعلا وامحي وإنده حدين لبدي إندها بن آدم وكتشعل نوح وكو أركو إنه وحو كو سعوده أدي إله كدغو وكتر إن دولو كدغو وصبره منهما لبدا صويت مسيبة إله كريد منهما الجنة سببتي كو صبريبا مسيبة إله كريد حدون صبره جنب على سيناية بل فيري إنده أدلهد إلهي سبحانه وتعالى وكسيي وحلي مسيبك وقوتي ماضو وإندهنا أي نقضان أو إندوالي أد نقطيت حدي إندوالي لماذا أد كسر مرتيت إلهي سبحانه وتعالى جنبه كسيناي بل ما أنت إمي ساقو فوض لغا لا إمي ساقو فوض قعم لا إمي ساقو فوض إندال لا إمي ساقو فوض لحظة الحابة كما قنيهين بل لولا هدي سمري لهايين أو عرياني مدي كسمري لهايين ومسيبة إلهي كوريدو كسمري لهايين أي كل سمران أي كل إنتان أي قو صبرسان إلهي سبحانه وتعالى أول قد شنبو سين دونا ما تقياما وحان ليه يا مرك تدك النافها أو إن دولها أو إن دلها إلائيين إن دها إلائيين قعمها قدر لغها قدر خار ماذا فعل قريد إلهي قريد مصيبة قارنا أي قرد شين بعرياني ماذا لما تدو حان ليه والصمرة يقوى اللحظة اللي حادنا أي قبنو حان ليه والصبر كموجية إلهي سبحانه وتعالى شنو بحناية شنو دي سنوها شيء قالية شنو ذا وشيء قالية إلهي سبحانه وتعالى أبحيه وأول قدك أووين إلهي أبحيه وشنو حديث كالو صوصار إنك لو يقانو أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود السحابي لو يقانو رضي الله عنه ورضاه قال وحجري كان قال وحجري رضي الله عنه ورضاه قال وحجري كأني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيقو إيقاي وأنيقو فيرنايو أندابانايو رسولك عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء أصوى كشي كينا يكور مايو نبي من الأنبياء كمدة صلوات الله وسلامه عليه نبت قليو أن حريس كركي ساعت لما تطب عليهم ضرب قومه نبيغا وحا قراعي قوم كي سبا قراعي فادموه وي ديجيين فادموه ديك بيكا كيرين نبيغي بيالا قراعي ديك بيالا كيني وهو يمسح الدم عن وجهه أسوغو ترتيراي أما مسحايو ديكي أي كدوفتين أمديهيسا أي قراعين أسوغو مسحايو قعانتكو مسحايو ويس وجهي اسكا قترو ديكي أو لغا كيني يقول أسوغو أرانايو ويلي ما عيتمين وحنا موصن إرانين وحو يري اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وحديث صحيح بخاري مسلم حديث كصوص صاري عبد الرحمن وحلا قوري عبد الله مسعود بلا قوري نبي جاء سقول ديج لقى كان يودعنا يوحوا لي اللهم اغفر إلهي ونحرسه لقومي قوم كي إجراعي وديج إجا كان جاهلني ما دقاضي إجراع ديج إجا كان وإلهي إجا متقن أسامح بولي فإنهم لا يعلمون أيكم ما جرنا ين جاهلني ما يه النبي إني جراعان ودم بوينا تامسون جرنين سيد أوجد إلهي سبحانه وتعالى حانك وبريا إن أسامح لد دم بيقود إن دافت ب بل كورن نبينا لا جراعي دي لغا كاني ودنا ولي يا إلهي سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون إلهي أسامح وعافي قوم كي فإنهم أيق لا يعلمون حوا جرمايا بل أسجل لا جراعي دي لك هدنا ضرب أسامي ولي هاي فإنهم لا يعلمون جرمايا نبي انتو انو كتاغين حكم دوين بل ما انتو حال لي علماء والله عينا يوم معلوم والبلا لي علماء اساسا علماء اساسا بل حس صبران صبر كان موسينو صبر كواشي ادوين لو بهنة عم بيالبا صبر اجرين والله قراعي اجريك بلا كان اجرين طيب نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديثه صوصار ابو هريرة رضي الله عنه ورضى صحابي عبد الرحمن المصغر الدوسي وحديث صحيح معروف لا يقرنا يا البخاري حديث وكجرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوت المامي ولي هاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيبه منه قفك على الله دونه خيرا قفك على إلهي سبحانه وتعالى مصيبوك واسبية مصيبوك ريدا صبت الله ريدا وامها إنه الصبر إلا غهل الصبر كإنه الصبر ما قفك هذه مصيبة اللي قريده مصيبة الله كانوا إنه الصبر وايو هذه قفك الصبر وايو قفك مصيبة دي الله وكانوا كو صبر وايو قفك نصدرها كل عالي
نبي محمد عليه الصلاة والسلام وتل ماما يوليه من يريد الله به خيرا يصيبه منه قفك إلهي سبحانه وتعالى أكين مصيبه قفك لا يوجعليه إلهي قفك سوحو كريد مصيبه بل وحال غربا قفك مالك إنه الصمره إنه أول هذا صبر منه لهذا عجيب وأرن آدي آد أو متقانا عجيبة بل حديث قار واحد تل ماما نبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم الحنين رسول كينا عليه الصلاة والسلام حقيبيي غنيمو لغسو قادة قالضة أو لتشبيي حولهنا إكعرارين نبي محمد عليه الصلاة والسلام قوة مؤلفة القلوب وحوسية بخل بخل قيل بوسيي مركو أقيبيي قوة هراء إسلامينا أم وحبوسية لكن أمسي أيدينينا ذا وحير بوسية قوة هدى الصوم مؤلفة القلوب وبذي رسول كينا عليه الصلاة والسلام سببتنا حكمة ما كجرته قف كنا الدين تلاه ضم قف صو إسلامي إن الله وجه عصب لا تصه إن وحلو أروريه وحفي على الله سيو سدوا دري مو إسلامي مضو إن يتهي دين آد وين إن يتهي دين آد حق بدن إن يتهي دين نظيف وشعل كده حمو قطر ده حضاره إن يتهي ما تقف قال كدو صو إسلامه مسلمين توحى لجربه وصلنا أي تهيو إن خوف كاس در لسيو أو درك اللو بدلو وحب الله سيو نال المعلومات كيد وح الله قبته إنتم مدو دين تو خبص الله إن خوف كوح الله ترى إن خوف كلا عابيو مال هو لسيو قال 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 وكل حنا والله إن لقى صور نحصاره إن مسلمين تلا نحجيو مال الله سمايو مركو إسلام وح وبرتنا جبر المسلمين اللي قدره خوف كاس إنتم متقانا دين تو وح يتوسيسا خوف كلا سو ولا جمل كوسو إسلامي بل نبي محمد عليه الصلاة والسلام فعل السمية بكمية هاي أو مؤلفة القلوب يوم حين بقول إبل بوسي مركو أوسيي ننخبد خبارتشا أو كمية وحلقة خبارتك وحلقة نوي تشوغن وي نولاين مت كمية خبارت بس بودة وحوكوين نبي محمد عليه الصلاة والسلام خسمة السمية ما تقابتانك السمية وحبو قيبي عدالتكم مقابلين نس صحابي كله تشوجي حلا جابه وكوت المامي وحجيري ورنبي قصصها كأرنن والله وأنا أول رمي دوران وشيك دون نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي وحبت كشيجي سا وحب النبي محمد بكوت المامي سا إنه يهي عدالة ضرو نبي محمد وحب إنه صنقيب كرين إنه يهي قف عدالة ضرو كنول وح والله وأنا أول رمي دون نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابي وورد رسول كبوش يعني ننس نوع عصا ونوع عصب وكله ياي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما هكيق وعدل ذو حقوقية كذا من نبي وحجر عليه الصلاة والسلام حدي النبي إلهي النبي جيس عدل ذو حقوقية بين ويان يا وح قيبين كرا عدل ذو حقوقية بين كرا وامي إلى نوح عن عدل ذن درا ونبي محمد قلت المامة أي كميت هاي أول من الخوارج نك قلت المامة وكميت هاي علماء قلت المامة قارك كميت سيد أو سيد أوجد نبي قال عليه سطوس مكة لوش يعني ويجي يسوي بدل ماي علماء قارو حي كده رنشي أو كلام ونقطة سيد رنشي جدود بوكله نبي محمد ويجي يسوي اسم بدلي نبي محمد عليه سطو السلام كذا من نبي محمد عليه سطو السلام مرك ويجي قدر صامي اسم بدلي نبي محمد عليه سطو وسوح الصاح سوستي ولا ليه ولا الكمدة موسى عليه سطو السلام فمن يعدل إذا لم تعدل الله ورسوله وكما حدي إلهي من تقانا أو إلى رسولك سعدال لما وحكو قيمين ويان يا وحكيبين كرام ما بشيران بقى ما بشيران وين ثم قال كدام نبي وحجر ارحموا يرحم الله موسى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إله ونحرس وولالك والنبي شقد النبي محمد الله صادر السجر الله صادر نبي موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كذا نبي حجر قد أوذي بأكثر من هذا فصبر نبي محمد نبي موسى عليه الصلاة والسلام لي بي إن بدن ونبقى نيجا مات اللي يقول سمعي أما اللي يقول لي يا نبي محمد عدالة معها كبدا كيسا نبي موسى الله لي بي لكن نبي موسى هو الصبر أنا قلنا ما الصبر يا بل فير نبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي قلت له منه يا عدالة درو عدالة معها نبي محمد اللي قلت سيف موسى قادنين خبيل موسى أدكسنين أي أفلاج آدم موسى نجس نبي محمد هو الصبر إلا صبرك وشيء آدم ومه بني آدم كم كوه على غرة وإنه صبره صبر إنه يشته وأرن أر آدي آدم ومه بس أنا صبرك هل كلمة كل وصو كوي كرماها ولو به نوم حلال لغد يقص صبرك أم سلمين تا حلقة ما أنت أكون الله وحلقة صبرك لو بعدين
نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كلو صوت بين يلين كلو يقال الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث معروفة في صحيح البخاري مسلم، حديث متفق به. نبي محمد عليه الصلاة والسلام حليه قال نبي محمد حويري ليس الشديد بالسرعة جيسني مو معها قفك جيسيا معها قفك اللي دينك يقانه معها قفك حجوين معها قفك فيرت اللي دينك يقانه معها إنما الشديد الذي جيسي جواك إنما وحك لماها الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقفك مركو عراضه عربي سلقة أو إسدجية أو إسدجية أو عربي سدميوة قفك جيسي جواك معها لكن جيسي صومالا ما تروح تقانا جيسك نك السيف كقاضي نك دقالك يقان نك دتك اللقدة نك دتك اللاي نك دتك البربرية وحليه هبلاي واجيسي هبلو واجيسي وحبول لايا سي وحلو دلبو يقانا ما جيسي النبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت المامي إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب جيسي واكي واكي نفسي جيسي حكميو عليا مركو عراضه كاسو حلين واجيسي وحلينا كا وقفكو تاغن إنو متنفتي سو دفاعه. نبي محمد عليه الصلاة والسلام حلي من كذب الغاض غيدا قفك عربي سدمية أو الدمية وهو قادر أسجى أوده أن ينقذه أسجى أوده وحل غصة مايبا متقا إنو عرسان كرو إنو شميسان كرو وتقال أعرضي سنة الدمية ضع الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة إلهي مات قيامة وحقو يري دونا سبحانه وتعالى بل إلهي أنا غربي وقوة لو يري إلهي مات قيامة وحقو لو يري دونا قفك أو الصبري على رؤوس الخلائق يوم القيامة قوة مدحدة إلهي وأبوري مدحدة إلهي وأبوري مات قيامة بحس قوة ولا ديك دونا السنة ماشي بلا حقلين دونا حتى يخير من حور ما شاء إلى إله سبحانه وتعالى كدور دور بيده ولي يهي بل كدوره قبلها حور العين كمد أدون تو كلبح واقفك واقفك الصبر كالغيره عريدي سدمية نبك لو جيستو الصبرة إلا وقيا مصيبة ما دعضو إلا إلهي باكينا شيء والبمان تدعى مصيبة خيريها هذا مصيبة شريها هذا إلهي سبحانه وتعالى قدر بل فيري قفك أود أولي يا دبك لوجيست وأنا أود بولي ينو أرسان كرو ما أرسان أيو الصبر يا إلهي ما تقيام وحقو يريدون الرؤوس الخلائق يوم القيامة بل قوة وهم ماذا حسن ماذا حدا ما تقال إلهي أوري وح ماذا حدا نصيبنا يقوى للجنة إنه كلمات تقيامة والإله حولي يهي بل قبلها هور العين كمد آدون تكالبح بل كوارا محض أمه ليس أرين آدي آد عجي بنوي لهلي مايو حديث كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتلماما يو حديث كالترمذي صو صارايو وحديث حسن وصحيحة سيد علماء حد محدثين تيكو تلمامين نبي محمد عليه الصلاة والسلام حجري ما يزال البلاء بلايك مزوشو بمؤمن والمؤمنة نن مؤمن إياها بين المؤمنات با بلايك مزوش في نفسه يدهاء هذا وولده وحيداش وماله وحوله حتى يلقى الله تعالى وما عليه قضيه إلى إله سبحانه وتعالى أكلا قلمه قفك مؤمن إياها بين كستو مؤمنة بلايك مزوش حدو ما ليس مؤمن كإن بلايس كزوليني نبي محمد بات المامي عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كبلايك مزوش معلوم والبامتحان بلوكينا معلوم والبرب بلوكينا مدعاية مدوح كلمة مشرفتي سهوس أردغة مد ساسة مد قراعة مد دلة مد لاية مد حوله كبابوة مد متقان ليكا كينا مؤمن كبلايك مزونة مؤمن رقها هذا مد دمر بها هذا في نفسه نفكي ساها هذا وحلوغي وولدي أم عروتي ونريها هذا لبلوغي استو معلوم والب أم وماله حال حانتذو لها ها هذا مؤمن كحنتي ذيسا أما مؤمن كعلمي ورالي أما نفكيسا هذا بلاي مالم كستك مزدوش حتى يلقى الله تعالى إلى إله كلا كلمة حق أمر إذا قفك مؤمن كما أنت اللي بها جنو الصبر إنه قول له هذا الصبر آدي آدي شيء آدو مهم سوي ولا لي الوحان ليه أن نقنو قوة الصبر صبر كان أن نقنو قوة موجية أي كم وقت إنه صابرين كنت بدأ بأهان والصبر يا قفك إنه إلى هذا بريك مالوق إنه صامره وحل الدنيا
iyo hore social media waxaa qabsaday nin muslim baa lagu dilay magaalada Kismaayo markii la dilay kole gacan xaq daraba dishay waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gacanta xaq darnaad oo dilay qofka muslimka waxaan leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala ha ka soo saaro dhiigga oo galay walaalkii muslimka ah waxaan leeyahay marka dhiiggu dhacay ama dilku dhacay social media waxaa qabsaday bulsho fara badan baa qabsatay mid waxa caaf lagaadeeyo midna uu leeyahay waa dhiig baa daatay waa sax qof baa la dilay qof muslim dhiiggii sifo lagu daadi ma sahlana diinteena ma ogosha diinteena ma ogola inaa qof muslim dhiiggii sifo lagu daadiyo ila min halaai mooye ilaa saddex arrimood nabi maxamed baa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nin zaaniya hadduu zinaysto oo nikaaxna hore uu soo maray kaas waa la dilaya qof taariku lidiin diinta ka tegayna oo murtad noqodayna waa la dilaya kan saddexaad waa qof naf gooyey isagana waa la dilaya saddexdan arrimood diinta way tilmaantay ina la dilo oo mataqaana la tilmaamay laakiin qof muslim bilaa micel iskaga dilo oo ma banaano marka walaalaha muslimiinta qaar ka mid ah soomaaliyeed baa carooday iyo qaar hata waxay tilmaameen inuu bulsho weyn bay kiciyeen nin baan ka maqlay la leeyahay oo wuxuu yidhi nin haddii lasoo dilo yaa ii keena madax qof uu leeyahay bani aadam oo muslim haddana soomaali ah $5,000 baan bixinaya bal $5,000 baad ku bixisa naf muslim la gooyo $5,000 baad ku bixisa in walaalka muslim la dilo ama $5,000 baad ku bixisa ina dhiig muslim lagu daadiyo maxaad ka faa'iiday maxaad ka helaysaa waxbaa ka heli maysid marka waxaa laga rabaa ina qofku samro sida xadiiska nabi maxamed ku tilmaamay laysa shadiidu bisurca geesiga ma aha ninka legdinka yaqaano oo ninka feerka tuurka yaqaano ninka hadalka yaqaano oo dagaalamaayo maaha inama shadiidu aladii yamliku nafsu cinda alqadar geesigu waa kee waa kii markuu caroodo caradiisa damiya bal nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalmaha ka mid nin saxaabi ayaa u yimid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska u tilmaamay abu hureyra radi allahu canhu wardaah ana rajula qaala linabiy sala allahu alayh wasalam uusiini nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa nin baa u yimid saxaabiya wuxuu ku yihi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam igu dardaaran wax aan sameeyo aan ku dhaqmo dhaqan ahaan aan ka dhigto diin ahaan aan ka dhigto kadambe nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa taqdab ha caroonin warniyo cara ha lahaanin ilaan caradu wax badan bay burburisaa qofka bani aadamka markuu caroodo shaydaan bay indhaha ka fuula mataqaana wejigiisbaa bedelma wuxuu noqdaa qof aan caadi ahayn oo dagaalamaayo inuu wuxuu dilo inuu wuxuu laayo buu rabaa nabi maxamed wuxuu tii laa taqdab ha caroonin faradda miraaran dhowr jeer nabi maxamed buu ku celceliyey ninkinkaas wal ha caroonin war ha caroonin laa taqdab ha caroonin qofka waxaa laga rabaa muslimka inuu sabro sabarka waa shay aada iyo aada ugu weyn ilaahay u bixiyo waxaan leyna ilaahay naga dhigo kuwa saabiriinta kuwa samra marka waxaan le walaalaha muslimiinta inay samraan haddii qof muslim la dilo ama dhiiggiisa la daadiyo waxaa laga rabaa qofkaasi wax dilay in la qabto haddii meesha dabcan dowlad bay ka jirtaa dowladda qofka inay soo qabato inay usoo bandhigto dadkii laga dilay qofkii dilay waa kana maxaad ka yeli rabtaan dowladda naftigeedu waxaa laga rabaa cadaalad inay noqoto qofkay soo qabato maadaama dowladda ciidamay leedahay ciidamadii ay soo qabtaan oo dowladdii ay loo dhiibo maxkamada loo dhiibo maxkamad dadkii waxay laga dilay ay wacaan ay yidhaahdaan qofkanba waa kana ma dilaysaan misidiyaad qaadanaysaan choice-ka markaas waxaa u yaalaa dadkii waxa laga dilay ma ahan gruub ma aha mataqaana qabiil ma ahan wadannimo ma ahan dowladanimo qofka cidreerka laga dilay inaan ninkii la dilay reer baa u dhashay reerkii jones joyce bay leeyihiin aabihii dhalay iyo walaalihii kale bay leeyihiin oo ninkan ha la dilo markaado ninka waa la dilaya shareecada waa lagu fulinaya ama inay yidhahda diyi baan qaadanaynaa dadka inay yidhahdaan diyi ha qaadanina qofka ha la dilo ma ah qofka joyce-ka waxaa u yaala dadkiile wax laga dilay ama imay dilaan loo dilo ama ina mataqa diyi ay qaataan ay sabraan oo wantasadaqu inay sabraan ama mataqada sadaqaystaan marka walaal waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nooga dhigo kuwa samra ilaahay ha nooga dhigo mataqaana kuwa xaqa oo ku dhaqma ilaahay ha nooga dhigo kuwa diintiisa jecel ilaahay ha nooga dhigo kuwa saabiriinta xilliga aan joogno waxaan ku noolnay adduunku waa xilli fitan fitanka aada u fara badan yahay
waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala fitanka socoto maanta yaacayso, adduunku meel walba ka yaacayso, weli dowla islaam ka yaacayo, ilaahay subxaana wa tacaala hanoo badbaadiyo, diinteena aan noqono kuwa tamasaku bidiinikum, war diintiina qabta, tamasaku sunata rasuulikum sal allahu aleyh wasalam, sunadii rasuulka aleyh salaam qabta, war caluu calayha bilnawaajid, goos dambeynta ku qabta, war sabra aan noqono kuwa saabiriinta, war aan muujisano kuwa sabra. waxaan leeyahay kelimadan kusoo koobaya insha allahu tacaala, ilaahay subxaana wa tacaala nooga dhigo kuwa musa saabiriinta, ilaahay subxaana wa tacaala nooga dhigo kuwa isku samra, kuwa wax cafiya, kuwa wax saamaxa. subxaanaka allahuma rabbana bixamdik, ashhadu an laa ilaaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk, wallahu aclam.